سلمى، الكلمات بترسم قصة بأكملها وبتعكس حال والواقع والأشخاص. اليوم ضيفنا اتخذ من الكلمة سلاح ومن الحب جواز سفر ليسلط الضوء على حالات اجتماعية عم تحمل صورة الواقع وما يدور فيه من تناقضات أدت لكثير المتغيرات، ترجمت بقصص وروايات قصيرة وبقصائد شعرية. أكيد زينب، ضيفنا لليوم درس الحقوق وامتهن الكتابة، فهو من أسرة عاشقة الفن والأدب، يتميز بالرومانسية والسير على خطى الراحل نزار القباني، لدرجة أنه حاز على لقب أمير الغزل. صدر له رواية بعنوان حب في زمن الثورة، إضافة إلى عدة دواوين شعرية اتسمت بالمذهب الرومانسي. أكيد، وتصوير المشاعر الإنسانية بموهبة احترافية عالية، من السر الياسمين، تراكم الوجدان، الوردة البيضاء، أنت قهوتي، قلوب كثيرة، كما مجموعات قصصية نشرت أيضا. ضيفنا الشاعر والروائي عادل الشريفي، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح النور. أهلين. يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ. صباح النور. يعني بالبداية دراستك الأكاديمية تختلف تماما عن الأدب والشعر، نحكي عن البداية، كيف إجت؟ بالعادة دائما الحقوقيين أو اللي بيدخلوا بهذا المجال بيكونوا في عندهم إلمام إلى حد كبير بالكلمة، لأنه يعني بمهنة الحقوق أو بمهنة المحاماة بدك تكون قد الكلمة، فالكلمة مسؤولية كبيرة، وبالتالي وقت بتعرف قيمتها ممكن تصيغ منها أشياء حلوة. بس بالتقديم في عندي لسه روايتين يعني جداد صدروا تقريبا عندي من سنتين، كان في هكذا تكلمت ناهد، صدرت في بيروت، وعندي هلأ قيد الطبع اللعب مع السلطان. هذول رح نحكي عنهم أكثر كمان أستاذ عادل. خلينا نحكي من البداية، يعني كانت البداية حب في زمن الثورة اللي عملت كثير انتشار، ويعني خلينا نقول كانت البداية لمجموعة قصصية وروايات. صحيح. فخلينا نحكي عنها هيك باختصار، بعدين نحكي الرواية الثانية اللي كمان كان لها بصمة خاصة. حب في زمن الثورة صدرت بالعام 2012، هي يعني الحمد لله كان لها كثير صدى رائع بالمجتمع، يعني وخاصة انه يعني هي مع الأسف ترافقت مع الأحداث الحزينة اللي مرت فيها بلدنا، وهي انحطت يعني انا صغتها بطريقة المقارنة بين ما يحدث الآن من فوضى عارمة ممنهجة وبين ثورة قام فيها يعني منظمة حازت على رضا جماهيري إلى حد كبير، يعني بغض النظر هلأ قد يكون هناك من له بعض المآخذ على ثورة آذار وهذا حقه، لكن هناك ثورة قامت وبنت دولة، هذه الدولة صامدة حتى 2018، فيعني هناك فرق كبير بين من يقوم بثورة ليبني بغض النظر عن النتائج بين من يقوم وبين من يقوم بثورة ليهدم. نعم. فرق كبير. نعم. فلذلك كان في إلى يعني كتير حضور بين الناس الحمد لله، وهي كانت قصة حب مميزة بالإضافة للخلفية السياسية تبع الأحداث. نعم أستاذ عادل، رح نحكي أكثر بالتفصيل عن هذا العمل وأعمال أخرى، ولكن حان الوقت لننتقل إلى استوديوهاتنا بدمشق ونتعرف على آخر الأخبار على الساحة السياسية مع الزميل بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك سلمى. موجز الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية بسقوط صاروخين إسرائيليين في محيط مطار دمشق الدولي بعد منتصف الليل، ويأتي ذلك في إطار دعم كيان العدو الإسرائيلي للتنظيمات الإرهابية ورفع معنوياتها بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أمام وحدات الجيش العربي السوري في مناطق عدة. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن بأن السبب الرئيسي للنزاعات في الشرق الأوسط كان ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان. وقال الدكتور الجعفري إن الولايات المتحدة لا تزال تدرب الإرهابيين في 19 موقعا محتلا
من قبلها داخل سوريا بما في ذلك منطقة التنف ومخيم الركبان وتمدهم بالسلاح والذخيرة. وأضاف بأن بعض الحكومات تستمر في تسييس ملف المساعدات الإنسانية في سوريا وفي تزوير المعلومات وفبركة الأدلة والتلاعب بالتقارير حول حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددا على أن الحكومة السورية لم ولن تستخدم أي مواد كيميائية سامة لا تمتلكها أصلا، بل بأن المجموعات الإرهابية هي من تستخدم هذه المواد. أكدت وزارة الخارجية الروسية بأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الوصول غير المشروط إلى مواقع عسكرية في سوريا تم تبنيه تحت ضغط شديد من الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن التقرير يتجاوز صلاحيات المنظمة ولا يتناسب مع أي إطار قانوني دولي، وتبعت بالقول أنه من الواضح أن مثل هذه الوثيقة تم تبنيها تحت ضغط قوي من الولايات المتحدة وحلفائها المقربين، وسيكون من المثير للاهتمام مراقبة ردة فعل الولايات المتحدة في حال أراد أحدهم تفتيش مرافقها بنفس الطريقة. في خبرنا الأخير، انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة طريقة تنظيم الحملات الانتخابية في تركيا والتي أفضت إلى إعادة رجب طيب أردوغان لتسلم رئاسة النظام، مؤكدا بأنها لم تكن متكافئة، وأحجم الاتحاد عن توجيه التهنئة له. وقالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني بأن الحملات الانتخابية في تركيا لم تكن متكافئة، وبأن الإطار القانوني الصارم وصلاحيات المعطاة بموجب حالة الطوارئ المفروضة على البلاد قيدا حريات التجمع وحريات التعبير بما في ذلك في وسائل الإعلام. كما انتقدت موغيريني مشددا حملة القمع واسعة النطاق التي أطلقها أردوغان بعد محاولة الانقلاب في عام 2016. ختام الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو. صباح الخير. شكرا لك زميلنا بهاء من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا مستمرين بمحطات صباحنا غير. أكيد سلمى. أستاذ عادل، كنا عم نحكي عن بداية الروايات الناجحة اللي عملت بصمة مثل ما قلنا بين كافة شرائح المجتمع، وهذا شيء كتير مهم إن كان شرائح الشبابية اللي هلأ كمان عم تحاول تقرأ من الكتاب أكثر كمان من الفيسبوك عبر روايات شبابية عم تمس الواقع. خلينا نسمع منك شيء. تعالوا نبدأ توقيت المحبة وندق ناقوس السلام على الأحبة، تعالوا نجمع الأضداد، تعالوا نصنع الأعياد، تعالوا نعمد الألفة ونعيد سكب الروح في النهر الذي جف، تعالوا نقول للحرب كفى كفى، تعالوا نحيي دما سفكناه، تعالوا نعمر ما هدمناه، تعالوا عسى أن نهتدي ويغفر لنا الله. شحلوا الله، يعني كلماتك من نعيشه وبنفس الوقت فيها كتير أماني جميلة وحلوة. هذا دور الكلمة مثل ما قلت بالبداية، الكلمة كتير مهمة، والمعروف أنه بالبدء كانت الكلمة. خلينا نحكي عن الأعمال بشكل عام، كل فنان أو شاعر له شيء بيستوحي منه كتاباته، شو اللي يخلاك أو شو اللي بيخليك تستوحي أي شيء بتكتبه؟ هلأ بالطبع هلأ نحن يعني نعيش أزمة يعني لم يمر لها مثيل في تاريخ البشرية، وهذا الشيء اللي بيعطيك مواضيع كتير. يعني إذا الكاتب أو أي حدا عنده إبداع ما اشتغل هلأ إمتى بده يشتغل؟ يعني فعنا قصص وروايات لما حصل عنا في سوريا قد تعطي يعني للكتاب على عشرات السنين العبرة والحافز للكتابة. عندي مجموعة قصصية الآن تطبعها وزارة الثقافة اسمها يوميات وطن، فيها 7 قصص قصيرة عن يعني أحداث اليومية اللي كنا نعيشها خلال فترة الحرب، من الحصار إلى استشهاد الأحبة إلى فقد الناس الأعزاء إلى الناس اللي طلعت بالبحر وغرقت مثلا. يعني في كتير هيك لقطات من الشيء اللي عشناه على مدى هالسنين 7 العجاف، إن شاء الله أنه بننتهي قريبا منهم على وقع انتصارات
جيشنا الباسل اللي عم يوعدنا وعم يعطينا الأمل مثل ما قلتي إنه يعني كفى. خلينا نحكي كمان يمكن هي الحكاية اللي عم تمس خلينا نحكي المواطن بشكل عام، إن كان بحياته الشخصية أو بيوميات تفاصيل حياته اليومية، هذا شيء كتير مهم إنه عم تترجم الواقع إلى قصة مثل ما قلت تحمل عبرة بتحمل رسالة وطن. شاركت بندوات عديدة، هي القصص القصيرة أو الروايات اللي قمت بنشرها قديه عم تساعد؟ يعني أكيد بدي أتأثر باللي حواليي، بدي أتأثر بقصة جاري، بدي أتأثر بقصة ابني بالمدرسة، يعني وإلا بكون عندي نقص في الإحساس. يعني هو الكاتب شو مهمته؟ هل الوعاء اللي عنده بس يمتلي مشاعر لحاله رح يطرح هالمشاعر على ورق، وبالتالي بينجح أو بيتقبلوا الجمهور أو ما بيتقبلوا هذا موضوع آخر، لكن نحن واجبنا كنا نأرخ لهالأزمة هاي بقدر الإمكان. أكيد نحن ما لنا إخباريين، يعني نحن ما عم نعمل تقارير إخبارية، نحن منصيغ قصص بهذا القالب الأدبي وبتبقى للتاريخ إمتى ما حدا أراها يعرف إنه هالناس شو صار معهم بزمن معين بوقت معين بمكان معين. نعم، يعني هل بتشوف حضرتك من خلال تواجدك بندوات وأيضا شغف الناس حاليا للكلمة بشكل كبير، هل بتشوف الاهتمام بالشيء مثل ما قلت الشيء القريب منهم اللي بيحكي عن واقعهم، ولا في ناس لا بتحب الكلام البعيد شوي أو تذهب نحو مثلا رومانسية أو لا واقعية بالكتابة؟ هلا شوفي، حتى نكون صريحين، يعني بعد 7 سنين الناس تعبت، فهلا عم تبحث عن كلمه لطيفه أو يعني جميلة. لطيفه، لانه يعني نرد منقول مع الاسف صار الحزن حاله يوميه واعتياديه، يعني نحن ما بقى في شيء قد يهز مشاعرنا اكثر مما اهتزت، وبالتالي الكلمه الحلوه عم تعطينا امل ببكره والناس عم تتجه لها اكيد، يعني لذلك عم نحاول نحن هلا يعني ناسس لبكره، نأسس لثقافة بكرة إن شاء الله نكون موفقين ويكون هالبكرة قريب إن شاء الله أقرب مما منتصور كمان. رواية جديدة قيد الإصدار كنا عم نحكي فيها مبارح، خلينا نحكي عنها أكثر، لسه ما نشرت هي؟ هلا هي قيد الطبع حاليا، قيد الطبع. إن شاء الله حفل التوقيع حيكون بمكتبة الأسد بمعرض الكتاب بالشهر 8 تقريبا إن شاء الله. الرواية طبعا نحن كبلد اسمه سوريا هو أول البلاد العربية اللي كان فيها التجربة الديمقراطية، يعني نحن من عام 1918 كان في دولة اسمها سوريا، فما حدا يزاود علينا بالديمقراطية. هذه التجربة الديمقراطية بقت سائدة تقريبا يعني لعقود. اجت البرجوازية اللي كانت مسيطرة على الطبقة السياسية، كان في يعني بالخمسينات أحوال قريبة كتير من أحوالنا حاليا بالعالم، فالجيش كمؤسسة ناظمة وضابطة لهذا المجتمع خلينا نقول في سوريا اللي هو يأبى الضيم ويأبى الانقياد، تدخلت لحتى توقف هالطبقة السياسية عند حدها، وكان في عدة انقلابات سواء نجحت أو ما نجحت كنا معها أو ضدها، هي كانت تتدخل لحتى ترجع المسار الصحيح لهالديمقراطية الناشئة. بعام 1957 تبدأ أحداث القصة. كان في شخصية كتير مهمة مرت على التاريخ السوري اسمها عبد الحميد السراج
أو السلطان الأحمر كما بيلقبوه، وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في سوريا بذاك الوقت اللي كان اسمه المكتب الثاني. طبعا هذا الشخص في ناس كتير هاجمته بالكتابة وبالمؤلفة. تفاصيل تاريخية أستاذ عادل موجودة بالقصة، تفاصيل تاريخية ممزوجة أكيد بقصة حب مثل ما عودتنا حضرتك. طبعا طبعا، هلا أنا بنتقي مواضيعي تكون يعني غريبة أو مش غريبة أو يعني تكون غير مطروقة، فبحب دائما أنا يعني فوت بالشيء اللي ما حدا مضوّع. هذا الشيء أكيد الناس رح تلمسه فورا صدور الرواية، ورح يكون لنا لقاءات أخرى لنحكي عنها أكثر. يعني هي هذه الشخصية المركبة هي من البطل بالرواية، لكن هو بطل ثانوي عم ضوي على شخصيته المركبة وعلى من ضمن أحداث الرواية. نعم. وعلى الشيء اللي الناس ما تناولته فيه. أكيد. قد يكون محق قد يكون غير محق، هذا نترك الحكم له للقراء، لكن هو الشخص الوحيد اللي حاصر السفارة الأمريكية عام 1957. نعم. وطرد القائم بالأعمال، يعني وكانت سابقة خطيرة في الشرق الأوسط في ذاك الوقت، يعني دولة ناشئة مثل سوريا تتحدى الولايات المتحدة تطرد القائم بالأعمال. نعم. كان في أحداث كتير، يعني كان بده يصير شيء مثل اللي عم يصير هلأ، وحال هذا الشخص دون وقوعه. أكيد بنتمنى لك التوفيق، وناطرين الرواية الجديدة لنحكي عنها وتفاصيلها أكثر، لحتى فعلا يكون الحكم للقراء نستفسر أكثر لما نقراها عن بعض القصص التاريخية والعاطفية فيها، خلينا نقول موفق بالإصدار الجديد، ونحن بانتظاره كمان. شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا. شكرا لوجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق.